نود ان نعرف من فضيلتك كيف نغتنم هذه الايام المباركه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بس حاجه تفضل. بسيطه تفضل. تدعيما للي قاله الشيخ محمد، الائمه لما بيسعى مثلا اللي بيختم القران في كل يوم مره في رمضان، واللي بيختمه كل ثلاث ايام، واللي بيختمه زي الامام البخاري ختمتين في اليوم، الحاجات دي بتيجي ازاي؟ اغتنام الوقت. اغتنام الوقت، الانسان ما يضيعش نفس، ما يضيعش لحظه، بالمران مع الوقت بيوصل للمستوى الاحترافي ده في العبادات والطاعات، انه في اقل وقت بياتي بعباده متقنه. نعم، يعني وقودها الاساسي مساله اغتنام الوقت. ليس قطعا لحضرتك على اليوتيوب الان، في انا وجدت احد الاخوه الاكارم عامل القران كامل، ختمه كامله، مسجل مصحف 7 ساعات حدر، وانا توقعت انه ممكن يكون بياكل بعض الحروف او بعض الاحكام، فلما شفت عنده ضبط. لا، وجدته ضابط ما شاء الله ما شاء الله. زي ما قال الشيخ غريب، قال اغتنام الوقت. نعم تفضل فضيلة الدكتور. فبالنسبه لمساله جدوله او الشغل في العشره، نعم، هي دي انا بصص لها بالظبط زي رمضان. نعم، هي لا تقل عن رمضان. يعني انا اعلم كثير من الاخوه، اكثر من واحد، مش كثير يعني شأن عام، اكثر من حد يعني يخرج من العشر الاوائل من ذي الحجه بنفس الثمره التي يخرج بها من رمضان في الاعتكاف. ما شاء الله، اللهم بارك. نفس الثمره، نفس الحاله الايمانيه، نفس السعاده وانشراح الصدر. ده ايه السبب؟ السبب اغتنام الايام دي في العباده والطاعه، وان هي مش ماشيه كده. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام اشار الينا الى عمل خاصه لما يتكلم عن ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله، وهذا الحديث اخذه بعض العلماء زي الائمه اصحاب السنن، واخذوه على باب فضل صيام العشر وحطوه من عباده مخصوصه زي الصيام. تجويد احنا بنقول بقى عليها مساله الانسان يهتم بالصلاه، صلاه الجماعه، ودي افضل صلاه جماعه على مدار السنه كلها، وافضل صلاه سنن على مدار السنه كلها، وجلسه الذكر والحاجات دي. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم خص الذكر. نعم، فاكثروا فيهن. ومعليش اسمح لي اقف عندها شويه. تفضل سيدي. لان النبي اتكلم عنها وخصصها صلى الله عليه وسلم. فاكثروا فيهن، يعني ايه؟ في العشره. في الايام كلها، من التهليل والتكبير والتحميد. تهليل لا اله الا الله، التكبير الله اكبر، التحميد الحمد لله. وهذه لا تجتمع في صيغه ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه الا في صيغه تكبير العيد. نعم. واسمح لي ان اذكر تحريرا مختصرا. تفضل. تحريرا علميا حديثيا للامام العلامه ابن حجر. تفضل. ابن حجر يعني، وانا قصد بقى اقول الحته دي، ابن حجر خاتمه الحفاظ، امام في الحديث، فقيه، فهو فقيه شافعي، قاضي قضاة مصر في زمانه، يعني اكبر راس فقهيه كده في مصر في زمانه. الامام ابن حجر لما الف كتاب بنقول عليه لا هجره بعد الفتح، فتح الباري. فتح الباري كتاب انا لا اعلم كتابا صنف في بابه مثله، مفيش. يعني كنت زمان لما اسمع محاضرات الشيخ الحويني والاقيه جايب حاجات جميله كده، اجي ابص في فتح الباري الاقي الكلام اللي قاله الشيخ، الزبد الجميله جايه من فتح الباري. نعم، فهو مرجع. وطبعا بيقول حاجات غيره، انما حاجات مبهره بالنسبه لي الاقي الامام ابن حجر قالها. هذا الكتاب الذي ظل الإمام يصنفه ربع قرن من الزمان، يقود مجموعة من العلماء إن شاء الله. نعم، فده كتاب متقن جدا جدا. بيقول إيه في الكتاب ده؟ وأصح ما ورد في تكبير العيد. وأنا حابب جدا جدا إن احنا ننشر الكلام ده، لأن الأمور دي بدأت تتهز شوية. نعم. وأصح ما ورد في تكبير العيد ما رواه عبد الرزاق في مصنفه من حديث سلمان، كبروا الله، الله أكبر كبير. خلاص، يبقى الله أكبر كبير صيغة تكبير العيد. وما رواه الحاجة اتنين، وما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، الله أكبر الله أكبر شفعا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وما رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثلاثة واثنين. واحنا طبعا التزمنا الثلاثه لان هي فيها تكبير اكتر. صحيح، خدنا بيها. قال حاجه تانية؟ ما قالش حاجه تانية. يشير بذلك الى ضعف ما ورد، وهو ثابت عن الامام الشافعي، لكن اسناده ليس هو اصح الاسناد.
احنا هو اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواجه. تكبيرات المنتشره في كثير من المساجد مصر. نعم نعم، وكانت منتشره زمان على الشام ايضا. نعم، لكنها كانت اضمحلت بسبب الدعوه، وان احنا بنتكلم وكثير من العلماء والدعاه بيتكلموا. نعم، لكن بدات تظهر وتبقى تطغى شويه بزياده عند بعض الناس. لكن بقول لا، انتوا بتقولوا الامام شافعي محقق فقيه خاتمة الحفاظ، مين زي ابن حجر بعد ابن حجر في الحديث؟ مفيش. وده تحرير علمي وموجود في الرائعة التي لم أرى مثلها في بابها، اللي هو فتح الباب. فتح الباب اللي جاء حتى لما جاء الإمام الشوكاني وعمل نيل الأوطار معظم من فتح الباب ومن الإمام النووي. فيعني يعني يعني كتاب مرجع لحاجات كتير. اي حد هيتكلم في الرجال هيروح لفتح الباري، شرع الحديث فتح الباري، فقه فتح الباري، فوائد تفسير فتح الباري، سيره وتاريخ ده كتاب موسوعه. اهو صاحب الكتاب الموسوعه الانسان العلامه الجهبذ بيقول لكم يا مسلمين، تكبير العيد احسن حاجه فيه اللي بالشكل ده. وبعدين فاكسروا فيهن، فيهن يعني في العشره. نعم، يعني من اول العشره، من اول ما يجي هلال ذو الحجه، وكان أبو هريرة وابن عمر يكبران في الأسواق، يكبر الناس فيكبر الناس بتكبيرهم، مش مسير التكبير ولا جماعة ولا حاجة. نعم، الناس الشيخ محمد الصاوي بيكبر، فأنا تذكرت التكبير فكبرت. البعض قد يستحي من هذا الآن سنة، يعني أنه يجهر بالتكبير في السوق. ما هي هو ده. نعم، ده الكلام اللي الكلمة اللي حضرتك قلتها دي. نعم، خبطت في قلبي. يستحي من امر النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، من تنفيذ امر النبي عليه الصلاه والسلام. فاكثروا فيهن، اكثروا يا مسلمون. نعم، اكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. انت في بيتك كبر، والعيال تكبر، في راكب سيارتك ورايح مشوار كبروا يا عيال، كبروا. نعم، بتتفسحوا كبروا. في شغلك كبر، كبر، اجهر بذلك. تنشر وتعظم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستحي. نعم، ده بالعكس، ده انت شرف. صحيح، ده شرف عظيم جدا. نعم، طول العشرة، ويبدأ التكبير المقيد دبر الصلوات بجانب التكبير المطلق من فجر يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق، خمس. نعم، أيام. خمس أيام. فده ذكر الله عز وجل. حط بقى العبادات التانية كلها. نعم، الصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام أحسن من مثلها في غيرها. نعم، كل عبادة في هذه العشرة أفضل من مثلها في غيرها، ما عدا صيام رمضان لأنه فرض، والصيام في هذه الأيام نفل. نعم، أحسن الله إليكم، شكرا لكم.